انا عندي سؤال بقى مهم من كلام حضرتك. النهارده في ناس بتبقى ممكن عايشه نوع من انواع بقى الازدواجيه او ما اعرفش نسميها ايه علميا، اللي هو بينزل يروح شغله ومبتسم وبيضحك وبيعمل مجهود كبير جدا، او بينزل يروح مدرسته او كليته او ويمارس حياته باداء ما يقلش ابدا عن الاداء الطبيعي وهو حالته نفسيه كويسه، وبعدين يرجع بقى يكمل بقيه يومه بشكل تاني خالص، منعزل منطوي قافل على نفسه وقافل اوضته مش عاوز يتعامل مع اي حد. ده في اي مرحله بقى الشخص ده، ويعمل ايه عشان ما يروحش في سكه المرض؟ طيب حلو السؤال ده جدا. اولا الازدواجيه دي هي كلنا هذا الرجل او هذا الشخص. الازدواجيه دي في يعني بنقدر نقول بقت سمه موجوده جوه المجتمع، لانه احنا عندنا مفهوم خاطئ جدا، وهو انه الانسان لو بان عليه ان هو تعبان ده ضعف. صحيح. زي مثلا فكره انه لو راجل يبكي لا ده ضعف، ما تعيطش انت راجل. يعني مثلا ان حد يشتكي فده ضعف، فالانسان بيعمل ايه؟ بيحط على وشه ماسك وهو بيتصرف جوه المجتمع عشان يبان في منتهى القوه. ماسك واحد؟ ها؟ ماسك واحد؟ 20 ماسك، مش مشكله يعني، كل واحد حسب نوع الماسكات اللي هيحتاجها يعني. انما بعد ما يرجع بيته هو الحكايه ايه؟ انه هيبقى مع نفسه. فالدنيا بتبقى على طبيعتها. بيبان هو متالم اصلا قد ايه. بس في نقطه بقى، في ناس ما بتعرفش ترفع الماسك ده حتى في البيت. يا عيني الغلابه. ايوه طبعا، لانه هو ممكن يكون عايش في مكان مصر فيه على نفس الطريقه اللي كان فيها بره البيت، لان هو اتنشا على انه ما ينفعش يبان ضعيف، ما ينفعش ان هو يبان تعبان حتى قدام ولاده، حتى قدام زوجته هيتم انتقاده، وده معناه انه هو كفاءته قليله، انه مهزوم. الزوجه نفس الحكايه. هو دلوقتي في زوج يبقى مش عايز يشوف زوجته مريضه اطلاقا، خلاص مش عايزه تشتكي. دي معظمهم حضرتك، النسبه كبيره. فتبتدي هي تعمل ايه بقى؟ تعمل الماسك اللي قلت عليه حضرتك ده، او اكتر من ماسك، عشان تبان قدامه شديده وقويه وبتاع، فيبقى مش مسموح لها ولا هي بره ولا هي جوه انها تبقى على طبيعتها مع نفسها او حاسه بنفسها. مفيش رفاهيه اي يعني. ما تقولش اي. لا وجع قلب. مش كده. مش كده. مش كده. اصل هو العكس كمان تفشى فترة طويلة جدا، يعني انه برضو احد وسائل اكتساب العاطفة من الرجل انها تتألم. فالموضوع بقى مزعج. يعني ساعات لما الراجل كده ما يبقاش بيقول كلام حلو، فهي تعمل نفسها تعبانة، تعمل نفسها عايزة تسمع لها كلمتين حلوين تطبطب عليها. بالظبط. وسائل انها تاخد العاطفة بتاعت الرجل انها تتألم وتبان مريضة. تمام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لا اتكلم عن الزوجه الانانه اللي هي لا تكف عن الانين. اما في الموروث الشعبي بتاعنا جوزك يحبك عافيه، جوزك يحبك عافيه مثلا، يعني دي من ضمن الامثال. فالفكره كلها، لكن القضيه كلها ما هياش بالمعيار ده. القضيه ان احنا بشر من حقنا يعملوا ايه؟ نؤثر ونتاثر. دي يا دكتور نعم؟ اللي عايشين الازدواجيه، الناس اللي في الحاله دي يكملوا كده ويقاوموا؟ مش هيقدروا ابدا يكملوا كده. ولا يلجأوا لحد؟ لازم يلجأوا. ليه؟ والله سؤال. لانه الازدواجيه دي بتعمل ايه؟ هو ناجح فيها لفتره، بعد شويه هي نفسها بتمثل ستريس عليه، بتمثل ضغط نفسي عليه، مش هيقدر يكمل. ده فكرني بوست كنت كتبته من كام يوم يا دكتور، كنت متاثره، نفسيتي كانت قب عليا شويه. رحت كذا بوست انه الاصعب من الوجع انك تحاول تداريه. على قد ما الوجع ممكن يكون مؤلم وبيتسبب لينا في اذى نفسي، محاوله ان انا اداريه عشان اقدر ادخل السيستم واشتغل واروح واجي واتظاهر ان انا تمام، ده بيبقى اشد قسوه واكثر الاما. انت ما عملتيش تنفيذ. طب ده اخرته ايه؟ الست ما ينفعش تقول اي. ما هو ده اخرته ايه بقى؟ تنفذ فين؟ تقول يعني هتحكي لمين؟ تقول يا فندم لازم تناظر طبيب زي ما حضرتك قلت. يا استاذه منى، ما تقول اي زي ما عايز. هو في حد ما بيقولش اي؟ هي القصه مش كده. هي القصه انا اللي علقت عليها في الاول هي المبالغه في التالم، او انه الانسان يبدا يتالم وهو مش متالم اصلا. فيبتدي يبقى مزعج او ممل للطرف الاخر. تمام. بس هي فكره حساس راجل كان ولا كل حاجه بياخدها في وشه طريقه. السؤال يا هبه انه التمادي في فكره ان انا عماله اخبي
وعمال اتظاهر بانه انا تمام ومفيش حاجه، ده هيوديني لفين؟ ما هو ده هيوديني بقى في الالم النفسي الليفل الوحش بعد كده، هروح منطقه مش عارف ارجع منها. صحيح، صح؟ انا موافق. فايه تبعات او تداعيات ده؟ وهل الواحد اذا هو قرر ان هو يواجه العالم بحالته النفسيه الحقيقيه بدون خوف ان الاخر يتقبله او لا، دي مش مشكله، هل ده صحي اكتر بالنسبه له؟ ما هو انا هقول لحضرتك القصص لها نسبيه، ما هيش في المطلق كده. يعني ايه؟ يعني في فرق انه اللي عايش معايا في البيت الزوجه الاولاد يبقوا حاسين ان انا مضغوط شويه فيراعوا ده، او نتفق ان ايه حسوا بيا اللي من دول معلش انا مشدود شويه فما حدش يزعل مني، ما حدش يجيب اخبار مزعجه يقول عادي. في مجال العمل انا مش هينفع اجيب كل اللي بيشتغلوا معايا واقول لهم يا جماعه ما حدش يقرب مني ما حدش يدعوه، لان في شغل تلبس ماسك، تلبس ماسك طبعا في الشغل. يعني دي نقطه. وبعدين ده في مستوى انه الانسان في حاله توتر، في حاله انه ما بينامش كويس، المزاج سيء شويه، مش اكتئاب، في حاجه اسمها مزاج سيء او اعتلال مزاج. انما لو وصلت لدرجه انه الانسان بيهلوس وبيسمع اصوات وبيشوف خيالات وبيكلم نفسه، الدولاب كلمه خلاص بالفعل، خلاص بقى انا مش مضطر اقول لكل اللي معايا في الشغل يا جماعه خلوا بالكم انا بهلوس، مش هينفع، ما ينفعش كده. انا بيجي لي افكار وسواسيه ان انا اموتكم كلكم، دي فيها رفض مش اجازه ولا علاج. لا ما ينفعش، دي في حته مناطق ما تنفعش، ما دام الواحد قرب منها يبقى هو اتاخر قوي عشان يطلب المشوره النفسيه. بالظبط، دي نقطه مهمه قوي. طيب هو لا انا خدت الاجابه من الدكتور، كنت عاوز اعرف الاشخاص اللي عايشين حاله من الازدواجيه بره البيت بحاله وبماسك عشان يقدروا يواجهوا الناس وجوه البيت، يعني في الاخر مصيرهم ايه؟ يخرجوا من الحاله دي ازاي؟ مصيرهم لازم يروح، لازم يتعاملوا مع، لازم يحاول مع قد ما يقدر يرفع اكبر عدد من الماسكات اللي حضرتك قلتي عليها، ولازم يحاول جزء كبير من الوقت يحاول يتصرف بطبيعته بقدر المستطاع بره وجوه.